السلام عليكم، معكم اخوكم احمد المبرمج من قناة عراق فوتوشوب. اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم المحاضرة الخامسة الجزء الثالث، وهي انشاء الباترينات واستدعاء باترينات جاهزة. ان شاء الله راح تستفادون من هذا الدرس، واتمنى ان تنتبهون خطوة بخطوة وياي، واي استفسار واي تعليق تريدونه اكتبوه بالديسكريبشن حتى نناقشه انا وياكم، واي استفسار حول المحاضره هم كذلك تقدرون. بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدي بانشاء الباترينات وشنو الباترين وشنو الاستفاده من عنده. كل هاي الاسئله راح نتعلمها بهذا الدرس، انتبهوا وياي. راح نفتح مشروع جديد هسه حتى نطبق عليه الخطوات من نيو، وكذلك نقول له HD فوتو، نغير لون الباك جراوند ابيض ونبدي بانشاء الباترين او نتعرف على الباترينات الجاهزه ببرنامج الفوتوشوب. طبعا الباترينات برنامج الفوتوشوب ما لها اداه، يعني ما موجوده اداه خاصه بس بالباترين. الباترين يستخدم بالستايلات، يستخدم بالفول، عفوا بالفول من قائمة لاير. راح نقول له بس نتمكن، طبعا اريد القى اللاير ستايل اللي هي او اللاير العادي اللي بنقدر من خلاله نضيف الباترين او نعرف شنو الباترين. بس نضيف من قائمة، نقول له انشاء لاير جديد، باترن 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 رينيم نيو ستايل نيو لاير، وماكو هنا لاير ستايل. طبعا باترن اوفرلي اول شي راح نشرحه شنو باترن اوفرلي. احنا شرحناه بالستايل الدرس الخاص بالستايلات وانشاء ستايل عن طريق باترن. لقينا باترنات جاهزة وشرحناها، لكن شلون ننشئ الباترينات في هذا الدرس ان شاء الله راح نشرحها. هنا هذا الادجستمنت لاير فيديو لاير جروب نو جروب لاير لوك لاير، اوكي ما موجوده بقائمه لاير الاداه. اول خطوه حتى نتعلم شنو الباترن راح نروح للستايل حتى بس مراجعه حتى نعرف شنو الباترن وشنو الاشكال الموجوده. او من هاي القائمه مثل تشوفون، من هاي القائمه مكتوب باترن تشوفوها. يعني اول خطوه ندوس كليك بليندنج اوبشن مثل ما تعلمنا بالمحاضره السابقه، مكتوب باترن اوفرلي. تشوفون القوائم الموجوده هنا، هاي الباترين، هذا الباترين، هذا الباترين، وهذين الباترينات الجاهزة. طبعا ما راح يبين شي على الصورة لانه ابيض، راح نستدعي صورة حتى نشوف شنو place embedded. استدعاء صورة، نجي ناخذ صورة من الفوتو، ناخذ اي صورة تعجبنا، مثلا هاي الصورة نكبر هاي بهالشكل، نطبق عليها الباترن، نجي على blending option. بس نتعلم شنو الباترن overlay. هذا الباترن تشوفونه، هذا الباترن عبارة عن خط. اذا نجي control plus هذا الباترن تشوف شنو نطبقه، هو شنو الباترن. الباترن هو تكرار التكستشر. التكستشر هي لوحة الباترن يكررها على قد التصميم حتى تصير مثل الخلفية المتكررة. طبعا تقدر تسوي الباترن اللوجو معين يصير مثل الحقوق المتكررة على التصميم كله حتى ما حد يقدر ياخذ التصميم ماتك ويشتغل عليه. راح نتعلم كل هذه التفاصيل. شوفوا الباترن مثلا عندنا هذا، اذا نرجع كنترول شوفوا، هي هذا طبعا تصميم مربع ومكرر صاير بهالشكل. كل ما زاد السكول كل ما كبرن، كل ما قل السكول كل ما زغرن.
يعني إذا سويناه 1% وسوينا بلاس 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 راح نوصل للبكسل وما راح نشوف تفاصيل الباترن أصلا. بس شوفوا بهالشكل أكو فد مربعات وخطوط بهالشكل كنترول بلس. عرفنا شنو الباترن من قائمة الستايل. نجي إذا نريد نضيف 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 باترن من هاي الأيقونة مثل ما تشوفون مكتوب باترن، ندوس عليها راح تطلع لنا باترن فول، وهي درجة السكول مثل ما قلنا جد تريدها 100% 50% حسب يعني الكبر يعني التكرار مالتها. وهنا يعني ما بيها خيارات هواي، وهنا شنو اللي تريده انت بالضبط، اي باترن هذين الباترنات الموجودة. طبعا تقدر تضيف باترنات جاهزة موجودة تحملها من موقع عراق فوتوشوب، راح ارفع لكم مواضيع ان شاء الله بملحق قسم الملحقات باترنات حلوة، وراح نتعلم بهالدرس شلون نضيف باترنات. مثل ما تشوفون ما بيها خيارات، هو الباترن هو مجرد تكرار يعني تكرار التصميم او تكرار التكستشر الخلفية يعني بهالشكل. زين نجي نريد نضيف باترن مثل ما قلنا باترن، ونختار مثلا هذا الباترن او نختار هذا الباترن البنفسجي، ونقول له التكرار هالشكل يعني الطيفة 400، نقول له اوكي. شوفوا طبعا هي الخلفية متكررة 3 اقسام هسه 1 2 3 بهالشكل. الكلر مود مثلا شوفوا شو راح يصير بعد هذا الكلر مود انتو تستخدموه، لكن انا دا احكي على الباترن شلون انشأنا، وهاي علامته مثل ما تشوفون هاي العلامة مال الباترن. اوكي من هنا احنا سوينا اختارينا باترن جاهز واستخدمناه، هسه نريد نسوي باترن نمسح الصور هذني، نريد نسوي احنا باترن عبارة عن كلمة فوتوشوب او عرق فوتوشوب. نجي نكتب تكست اول شي بهالطريقة، انتبهوا وياي على الخطوة راح ارجع. نجي نكتب تكست احنا اللي نريد نسوي الباترن، يعني شنو التكست، تريد صورة تريد صورة تريد شعار تريد تريد كتابة اي شي تريد تسوي باترن. تجي على مشروع جديد وخلفية بيضة اهم شي طبعا، حتى مو الا خلفية بيضة، بس انت الشي اللي راح تسويه هنا راح يصير لك باترن عراق فوتو شوب بهالشكل. مثلا انا اريد اسويها بهالشكل، راح اختار نوع الخط طبعا، هاي التفاصيل راح نشرحها بموضوع التايبوغرافيك او موضوع التكست يعني شرح النصوص بهالشكل. انا اريد اسوي هذا باترن، هاي الكلمة باترن، لكن ما يصير كل هذه المساحة على مود هالكلمة الصغيرة. نجي من كروب من اداة كروب راح نشرحها بمحاضرة القطع بهالشكل، يعني راح نقص، راح اخلي لكم رابط المحاضرة مال الكروب حتى تعرفون شلون تقصون بهالشكل. انا اريد يكرر لي بس الكلمة، يعني اريد شفافة بهالشكل بهالشكل، اريد اسوي هاي عراق فوتوشوب باترن حتى انشرها على التصاميم اللي انا اسويها مثلا حتى ما حد يقدر يسرقها. ومن edit من قائمة edit تشوفون edit define pattern مثل ما تشوفون define pattern، يعني عرف لي هاي الصورة كباترن. راح يقول لك اختار لي اسم الباترن اللي تريدها انت، مثلا راح اقول له بالعربي عراق فوتوشوب اي اسم انت تريده طبعا، واقول له اوكي. زين هسه احنا سوينا الباترين خلصنا، نجي نفتح مثلا مشروع جديد بهالشكل، اريد نشوف الباترين موجود، نروح من هاي الايكون اللي قلنا عليها ونقول له باترين. شوفوا بهالطريقة هذا الباترين اللي سويته انا جديد، هي يعني نزل وشوفوا شلون تكرر. اذا نقول له السكيل اقل راح يكرر لي عراق فوتوشوب اقل، قل له اكثر
يعني أكبر حجم مثلا ألف راح يسوي لي بهالشكل. إذا قلنا له واحد بهالشكل شوفوا شو راح تتكرر أرقام فوتوشوب، يعني إيش قد من الأحجام. راح نطبق هاي الفكرة على فد تصميم مسويه ونشوف شنو الفكرة من عنده. طبعا الباترن حتى اللون ياخذه، يعني هسه هذا برتقالي صار برتقالي مثل ما تشوفون. نجي نفتح فد صورة اوبن، نفتح صورة معينة مثلا اريد اخذ فد صورة انا مسويها في التصميم. هاي التصميم انا مسويه، طبعا هذا التصميم اي واحد يقدر يطلب للموقع ويطلبه، راح اسوي تصميم باسمه. نقدر نخلي عليها الحقوق الباترن، خلي نشوف شلون من باترن من هاي عفوا نمسح، بس خلي نمسح غلطت، من هاي الايقونة باترن هالشكل هالشكل. نقول له مثلا طبعا اريدها اصغر، يعني اريدها مثلا هيجي هيجي متكررة يعني بهالشكل. اوكي أنا أريدها متكررة مثلا أريدها 20% بهالشكل، وأقول له أوكي. وتعلمنا الأوباسيتي مثلا أريدها الأوباسيتي فد 20% همين كذلك 20% بهالشكل. الكلر مود أريدها تختار كلر مود حتى ما تبين بهالشكل يعني. تشوفون هسه ما مبينه الكتابة طبعا، بس اذا نقرب هاي كلها مكتوب عراق فوتوشوب عراق فوتوشوب مثل ما تشوفون. بهاي الطريقة راح تحافظ على الحقوق حقوق التصميم مالتك. طبعا انا نشأت هسه تكست، اذا نريد ننشئ باترن على لوجو نرجع بس كنترول زد نوخر هاي الكتابة، راح استدعي اللوجو مالتي البليس امبيدد، ونقول نروح للمكتبة مع العراق فوتوشوب، نقول اعمل برو عراق فوتوشوب. طبعا اخذنا ملف ماي ديزاين، نفتح الملف نقول لوجو 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 مثل ما تشوفون لوجو بهالشكل. انا اريد اسوي الشعار مالتي اسوي له باترن طبعا بهالشكل. لازم اجي اقص بالكروب على قد الباترن، يعني على قد طي مجال شوية بس يعني مو كل هالصفحة يعني على مود بهالشكل. اريد اسوي هذا باترن شلون من قائمة edit مثل ما تعلمنا قائمة edit، وراح نقول له define pattern، وراح نقول لك مثلا نقول له a بالانجليزي a pro a pro، ونقول له اوكي. راح نجي هنا على هذا التصميم مثلا ونمسح هاي اللي سويناها الباترن الفوق، ونجي نقول له من هاي الايقونة جوا نقول له باترن بهالشكل. طبعا اني ما وخرت مثل قبل شوية الخلفية اللي شفتوها، راح نرجع شوفوا الخلفية موجودة بيضة، فسوالي اياها لما سوينا باترن شوفوا سوالي خلفية بيضة، لازم تراعون انها توخرون الخلفية البيضة. نرجع نوخر الخلفية البيضة ونسوي له من قائمة edit define باترن، ونقول له a pro 2 مثلا لأنه صار عندنا ذاك الاسم. نجي نسوي باترن بهالشكل، شوفوا شلون صارت. طبعا راح نزغر اسوي واحد بهالشكل، طبعا واحد اسوي 10% بهالشكل، ونخلي الاوباسيتي مالته 10% حتى ما يبين بهالشكل، ونخلي الكلر مود مالته ملتي بلاي بهالشكل. طبعا راح يأثر على التصميم مثل ما تشوفون، لكن يظل محفوظ بالحقوق مالتي
مثل ما تشوفون وين، يعني حتى اللي يريد يلعب بالتصميم ما راح يقدر بهالشكل، لكن انا دا اعلمكم الطريقه لانشاء الباترين. نرجع بهالشكل عرفتوا شنو استخدامات الباترين وشون تنشئون باترين، واكثر استخدامها من قائمه edit اللي هو define باترين بهالشكل، وراح تكتبون الاسم وتقولوا له اوكي راح يحفظ الباترين، وان هاي الايقونه راح تقول له باترين عفوا. نجي نضيف للفوتوشوب، عفوا نجي نضيف باترينات للفوتوشوب شلون؟ اذا قلنا له باترين بهالشكل راح يقول لك shape to origin no، ماكو اصلا ماكو اضافة باترين، لكن اضافة الباترين هي تعتمد عليك انت. مثلا اني راح اشوفكم مجموعة من الخلفيات واقولكم مثلا نريد نسوي هذا الشكل باترين، طبعا هاي مكتبة عرب فوتوشوب، مثلا خلفيات نطبع على مجلة صور مثلا مثلا كارتون مثلا، انا اريد اسوي هاي هاي اللعابة اريد اسويها باترين، نجي نقولها open with photoshop بهالشكل. انت عادي تقدر تخلي الخلفية مالتها بيضة لانه او راح اقصها ثاني يعني فتقص بسيط بالمساحة، القص بسيط بهالشكل بهذا الشكل فرغتها. هاي اريد ان اني اسويها باترن، لكن نصغرها حتى نقدر نتحكم بالباترن بهالشكل سنتر، ونقص على قد اللعابة بهالشكل. اريد نسوي هذا الشكل باترن همينه، يعني خارج الحقوق وخارج اي صوره تريد تسويها باترين بهالشكل تضيفها للفوتوشوب. يعني ماكو فد باترينات جاهزه، يعني اقصد مثل البريسيت مثل التدريجات اللونيه بالمحاضره السابقه اللي شرحتها، تقول له define باترين وتقول له اوكي. خلينا نشوف شنو اللي راح يتاثر بهذا التصميم، راح نمسح هاي او نضغط بهالشكل. اذا ضغطنا بهالشكل على هاي الايقونة راح يفتح لنا الباترين نقدر نغير بيه، راح مثلا نقول له هاي اللعبة ونقولها بهالشكل، طبعا ما راح تظهر، نرجعها 100% ونقول له نورمال. خلنا نلغي بهالشكل ونقول له باترين، شوفون هاي اللعبة شلون تكررت. هي اي قلت لكم اني هو يكرر الخلفيات، يعني يكرر الخلفية اللي احنا نختارها بالشكل، يعني تقدر تختار فد خلفية وحدة تكرر اياها. اكثر الباترينات هي تستخدم بالمواقع، راح اعلمكم هسه شلون تصير خلفية للموقع يعني مثلا، وتقدر تقول له اوكي زين احنا نريد نسوي خلفية موقع متكرر، يعني تعرفون الموقع كل ما تكبر الشاشة راح تتمدد الخلفية مالته. زين احنا شلون نسوي خلفية موقع مثلا؟ راح اسوي فد مربعات اثنين مثلا، اوكي نختار فد مستطيل، راح نتعلم هاي الطريقة مال مطورين المواقع. مثلا هذا المستطيل لونه مثلا رصاصي هالشكل، ونختار داخله مربع بات مثل ما تشوفون، مربع بهالشكل لونه افتح شويه بهالشكل، ومربع ثاني بهالشكل شويه افتح لو اطوخ بهالشكل، لكن خلفية مالته واحدة يعني
بهالشكل مثل ما تشوفون، نخلي الخلفية اللي وراه ونختار الكروب عن القص. طبعا صارت خلفية برتقالية لان احنا اصلا موخرين، طبعا راح اخليها ويا الحد يعني ويا كأنه الخلفية هي رصاصية يعني، ما راح اخلي فرق في الشكل. ونقول له define pattern من قائمة edit، ونقول له مثلا p1 في الشكل، اي اسم تريدون تختاروه. نرجع نسيت هاي الصورة همينه. احنا عرفنا الباترن، نفتح مشروع مثلا جديد، ومثلا نقول احنا هذا التصميم مالتنا ويب، وهم معطيني قياسات جاهزة بهالشكل. ايش راح اقول له؟ انا اريد باترن ويب، باترن ويب، باترن بهالشكل. شوف هو شلون اعطاني اياها، اعطاني اياها بهالشكل. لكن احنا اذا نختار مثلا واحد، او نقول له مثلا 5، شوفوا الخلفية شلون تكررت، صارت خلفية ويب. طبعا خلفية بسيطة جدا، نقدر نسوي خلفيات ان شاء الله بالمحاضرات الجاية شوية احترافية اكثر، لكن هذا اساس الباترن وشنو هو الباترن. اتمنى انه استفادتوا من هذا الدرس، وانتظروني بدرس الجاي هو انشاء واستخدام البراشات، الجزء الرابع من المحاضرة الخامسة. اتمنى انه تسوون سبسكرايب للقناة وشير للفيديو، وتكونون استفادتوا من هذا الدرس. كان معكم اخوكم احمد المبارك.